وجلست بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام النبي على قدمي وقد دلكت رأسه وهو على أرض مصر، فدخل الرئيس محمد مرسي ونام على مكان بجواري. والله الذي لا إله إلا هو بعد رؤية رسول الله في منام واحد. إنها واحدة من الرؤى التي لا تأتي سوى لخطباء رابعة العدوية، ففي رؤية أخرى لخطيب آخر على المنبر نفسه يظهر الملاك جبريل. يقولون أنهم شاهدوا جبريل عليه السلام في مسجد رابعة العدوية. لكن هذه الرؤية ليست الأولى لدى الشيخ جمال عبد الهادي، فيكاد يكون متخصصاً برؤى محمد مرسي. في الرؤية الأولى مرسي يؤم الصلاة بالنبي بطلب منه، مجلساً فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرئيس محمد مرسي والحضور، وحان وقت الصلاة فقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل يصلي بكم الرئيس محمد مرسي. ورؤية ثانية لصوت إلهي يدعو لرعاية إبل محمد مرسي، وسمعوا صوتا ارعوا إبل الرئيس محمد مرسي. أما الرؤية الأخيرة فتبشر بولايتين لمرسي وبأرض خضراء في عهده، الحمام الأسود يتساقط وبعدين 8 حمامات خضراء على الكتف الأيمن فوق بعضهم على كتف الرئيس محمد مرسي، فأولها بأنه سيكمل المدتين إن شاء الله ويتحول حالنا الأرض الخضراء في عهد الرئيس محمد مرسي إن شاء الله. ما هذه الغزارة في الرؤى؟ فكل من يقرب من رابعة العدوية ومن محمد مرسي يصبح من المختارين عند الله، وقادرا على مجاورة وزيارة من يريد من الأنبياء والرسل والملائكة أيضا.